بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب، هنعمل لكم بس النهاردة ونتكلم عن المنتجات المتواجدة لدى الشركة. طبعا دي فراطة الذرة، واحد حصان. طبعا ده مكن الديسك ميل. اي منتج احنا بنتكلم عنه منزلين له شرح تفصيلي على اليوتيوب، فاللي عاوز منتج هنسيب له لينك في التعليقات. طبعا دي مواتير ميه، مضرب رز، دي مواتير مختلفه من عندنا من اول واحد حصان لحد 20 حصان. دي ماكينه غزل محمله. طبعا عندنا المطاحن التركي والايطالي والصيني من اول ربع كيلو، نص كيلو، كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو، 4 كيلو. دي 4 كيلو تركي، دي 4 كيلو تركي، مطحنة 4 كيلو تركي. طبعا ده الشفاط المتر. دي مفرمة لحمة كبيرة، ارتفاعها حوالي 140 سنتي او 130 سنتي، قطرها من هنا لهنا حوالي 70 غير الجزء اللي تحت. دي مطحنة مفرمة لحمة، وبتفرم لحمة واي حاجة، رز، عظم، اي حاجة يعني. طبعا ده مكبس العلف. الشباك اللي وراه شباك اير انلت. دي مجرشة 3 حصان، موتور ملف حصان، سوري، موتور ملف نحاس. طبعا الكوز بتاعها بتطحن نص طن في الساعة، وطبعا بتاخد من هنا كوز مع 4 غربال. دي حلابة، دي هيترات غاز 200 و300 متر. طبعا الهيترات اللونيتك، وده الشبيك الانرليت. دي دفات التلات مقاسات الاردني. ده الشفاط ال 140 بتاعنا، وده الشفاط ال 140 الايطالي. نرجع تاني، طبعا دي الشفاطات اللي هي السودة، 2 شبكة وشبكة واحدة. هنرجع تاني نكمل باقي المنتجات. طبعا ده التيوب اللي هو الهيتر الصغير والهيتر الكبير. طبعا ده تيوب لون اللي هو الاصفر. طبعا عندنا دي ترمومترات الحراره، سوري، دي التيمرات، الفيشه وبدون فيشه. طبعا عندنا جميع انواع النبل، عندنا المواسير، عندنا الكبات، دي الغواطس اللي هي ال 100 واط وال 200 واط، دي علفات اللي هي الاردني. طبعا عندنا جميع انواع الوناش، ده الونش اللي هو المستورد السقف، وعندنا اوناش مستورده سقف خطوط ميه برضو. طبعا عندنا كل حاجه الهيترات. طبعا دي اللي هي ترمومترات الحراره والرطوبه الديجيتال والعادي والترمومتر الكبير. طبعا ده سير السبله، ده الونش اللي هو المستورد، ودي الاوناش اللي هي الحائط والسقف والبقع. عندنا البقع الرئيسي وعندنا البقع الفرعي. طبعا عندنا الرشاشات ال 2 لتر بندي فيها سعر ممتاز جدا جدا. طبعا دي الاقفاص. طبعا ده خطوط العلف البان فيدر، دي العلفات اللي هي الاردني. طبعا ده شفاط المتر البركولي والشفاط المتر العادي. دي شفاطات عموما. ده بيت ويلد، دي علفات اللي هي الاردني اللي هي ال 3 كيلو و 7 8 كيلو وال 12 كيلو. طبعا دي المثبتات الجهد، مواتير الرش. طبعا دي بطارية سمان، بطارية حمام. طبعا دي دفاية اللي هي المصري. طبعا ده هيتر تايد المونترز، الولاعة ريال الايطالي، موتور ايطالي. طبعا دي هيترات اليونيتك من 800 ألف. ده 1200. عندنا برضو هيترات 500 600 500 600 500 600. طبعا دي الهيترات اللي هي الهيترات اللي هي ال 1000 متر في 600 متر. طبعا عندنا الرياشات، دي رش سمان، دي رش سمان. عندنا طبعا رشات العموله، واحد حصان، واحد نص حصان، 2 حصان. عندنا رشات الادوس، دي وكالات بطاريه، دي شفاطات اللي هي الشعبي. عندنا خلايا التبريد طبعا موجوده، دي واجهات بطاريات. طبعا دي ارضيات اللي هي الطبق درج السبله المتر في متر. طبعا ده شبكه التحضين اللي هو متر في متر.
ده الشبك الاسود العمر الكبير. طبعا دي الارضيات 15 سنتي و10 سنتي، دي ارضيات البطاريات. طبعا اللي هي ديت دي سقايه اردني، ودي سقايه اردني، دي علافه بلاستيك. طبعا دي سقايه جامبو، وده السيفون مستورد 12 لتر. طبعا ده درج السبله اللي هو متر 60. دي العلافات. طبعا ده طبق التحضين. طبق التحضين في منه عرب جروب وفي منه الهندسية. دي ارضيات، ارضيات بطارية. طبعا عندنا الشفطات بانواعها المختلفة، عندنا الخلايا، عندنا قوت النبل وقوت العلف. اي منتج عليه اي استفسار سيبوه في التعليقات وان شاء الله هنرد عليكم. ياريت تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو. شركة عرب جروب.